السلام عليكم خوتي، تحيه لكم، تحيه لخويا الياس، وشكرا على الزياره اللي دار لنا اليوم الياس. خوتي معكم بلال الشهاب، بطل المغرب في تشونغو ام ام اي وبطل دولي وحاليا مدرب ديال ام ام اي. بغيت نوصل لكم اخوتي واحد الميساج، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. اهم حاجه اخوتي هي الجسم ديالك، العقل السليم بالجسم السليم، الرياضه اخوتي ثم الرياضه ثم الرياضه. البليه اخوتي راه ما عندكم ما ديروا بها، هذاك الشيء كامل غتقدر تجربوا، لكن من بعد غتلقى راسك ضيعتي مده طويله في حياتك. هذا الشيء اللي تيدير خويا الياس راه تختصر عليك مراحل كبير، بلا ما تضيعش سنين طويله باش يلا انت تعرف توصل ليه، تكون انت جربتي داك الشيء وتقول اه ما كانش خصني ندير هذه، ما كانش خصني ندير هذه. هذا الشيء اللي تيدير خويا الياس راه تختصر عليك مراحل. نتمنى تستافدوا من هذه الهضره هذه، وكل واحد فيكم اللي كان تيدير شي حاجه دارها البارح ولا اليوم يحبسها اليوم، يبدا حياه جديده، يبدا السبور ديالو، تريني مزيان، القرايه اللي تيقرا يقرا مزيان، اللي تيخدم يخدم مزيان، ولا لونطريمون غتعاونك في قرايتك وغتعاونك في خدمتك. وشكرا لخويا الياس وجاء الخوت، تحيه لكم كاملين. السلام عليكم اخوتي، كيدايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نبداو قصه ان شاء الله من لاصال، يعني ديما كنت كنصحكم باش تولدنا العزيمه والاصرار، الانسان اللي صابر حياته باش ينجح. ما كانش عليا اني نتسرع في الاول وندخل في قباحه انا في غنى عليها اللي خرجت عليا، ولكن الحمد لله كان عندي شويه بسيط الامال باش اني نزيد لقدام، باش حب الناس، لان حب الناس هو اللي كيشجعك باش تبدل. نصيحتي ديما للشباب، خذوني اكبر مثال، عشت معاناه كثيره وقاسيت وحاولت نجح حياتي، بزاف الناس رفضوني ما تقبلونيش، ولكن انا بقيت فايق في راسي. يعني حاولوا تثقوا في راسكم الشباب، ثقوا في راسكم باش تزيدوا لقدام. كنقول لكم اخوتي شخصكم بزاف، كنت محتاج نعاود لكم شحال من حاجه، ولكن قلت عاودت هذا العام بزاف، عاودت باش ياش هذا العام نحاول ندوزو معاكم ضحك وتفواج، ومره مره نعطيكم شي طريق. علاش؟ باش تركز في حياتي تاعنا، حيت يوتيوب خدم لي الوقت بزاف وضرني اكثر من اللي فرحني. داكشي علاش انا كنحاول نكون قلبي سماح باش نزيد لقدام. كنتمنى من الله، حيت اليوم الصراحه كنتمنى من الله يكون الميساج ديالي واضح للشباب. بركه متبخين خويا بلال شامبيون ماروك، وكانت عندي تجربه في حياتي وبارطاجها معنا طمال دو فوا، وكينصحكم وتيقول لكم لا صال صلاه العمل والاحترام، يعني هذا هو الواجب وهذه هي المواطنه، غير بلادكم بهذا الاسلوب. قبل ما ننسى اخوتي كيفما ديما زيدوا تابعوني، ان شاء الله دابا كنوجدكم مع الفيلم، دور البطوله ديالو غيكون سعد الخبير، ان شاء الله غنكون في الاخراج ونفس ليكيب غتكون معنا ان شاء الله، انتظروا الفيلم الجديد. غتكون شي حاجه مبدله اللي موالفين كنديروا لكم ديما. سمحوا لي تعطلت عليكم في ثلاثه الاجرام، والله ما قديت، بغيت نعاود لكم ولكن ما قديت. كيف قلت لكم عندي شي حوايج اهم ابار يوتيوب، اللي هي مستقبلي وداري وحياتي. يعني انا نجحت في يوتيوب ما نكرش اني وصلت بزاف الحوايج، ولكن راه مازال ما نجحتش في حياتي الشخصيه، يعني مازال يلاه كنبني مستقبلي. دايما معايا التيسير، وغنزيد نقول لكم تنشكركم المغاربه اللي كنتم تقتوا فيا وقتوا معايا وسندتوني حتى الاخر. بزاف الناس اختلفوا معايا وبزاف الناس بغاوني، الحمد لله اللي بغاوني اكثر من اللي اختلفوا معايا، واللي اختلفوا معايا دابا يقتنعوا ان شاء الله وغيبغوني انا متاكد. علاش؟ لان ما كندير حتى حاجه اللي غدار الناس، كما كتعرفوني كنتصرف سبونطاني، بعض المرات كنطلع لكم تاعي، بعض المرات كنطلع فرحان، بعض المرات كنعتذر، بعض المرات كنطلع باغي ندابس، يعني باش تعرفوني انا بطبيعتي كنعيش معكم. حاولوا انتم تقبلوني بطبيعتي، طلعت معصب تقبلوني، طلعت ضحك تقبلوني، اعتبروني خوكم ولد بلادكم، هادشي اللي كاين. يلا خوتي ما زيدش نطول اكثر. الله، بهذه المناسبه ما ننساش الشكر ديالي خاص
خويا عبد الكريم مولا صالح النازا على المساعده ديالو الدائمه لينا، كنشكروه. وتحيه خويا بلال والطاقم التقني والفني اللي كيسهر على هذا لاصال. يلا خوت كنبغيكم بزاف، معكم الياس فرار.